قم بقسمة x تكعيب زائد 5 x ناقص 4 على x ناقص x. أعتقد أن هذا يجب أن يكون x تربيع، إذا سنقسم x تكعيب زائد 5 x ناقص 4 تقسيم x تربيع ناقص x زائد 1. ولكي ترى الطرق المختلفة التي يمكن أن نكتبها بها، فيمكن أن نكتب x تكعيب زائد 5 x ناقص 4 تقسيم x تربيع ناقص x زائد 1. أو ربما أن الطريقة الأفضل لكتابتها بهذه الحالة لكي نجري عملية قسمة طويلة هي أن نكتبها كالتالي: x تربيع ناقص x زائد 1، ونقسم عليه x تكعيب زائد، في الواقع سأترك بعض المساحة هنا حيث أنه لا يوجد لدينا عبارة x تربيع، لكن سأترك مساحة لها حتى يكون كل شيء في مكانه المناسب عندما نقوم بعملية القسمة. إذن x تكعيب زائد لا شيء زائد 5 x ناقص 4، إذا لدينا مكان للقوة الثالثة والقوة الثانية والقوة الأولى ومكان الأصفار. إذا دعونا نقوم بعملية القسمة الطويلة. العبارات الأعلى قيمة هي x تربيع و x تكعيب، كم يكون خارج قسمتهما؟ إنه x تكعيب تقسيم x تربيع يساوي x للقوة 3 ناقص 2، ما يعادل x للقوة 1، وهذا يساوي x، إذن خارج القسمة هو x، سأكتب ال x هنا، ومن ثم سنضرب x بهذا كله. x ضرب x تربيع تساوي x تكعيب، x ضرب ناقص x تساوي ناقص x تربيع، x ضرب 1 تساوي x موجبة. الآن سوف نطرح هذه العبارة كلها من هذه العبارة، وهذا يعادل الجمع بالمعكوس أو ضرب كل من هاتين العبارتين بسالب 1 ومن ثم نجمعهما مع هذه العبارة. إذن دعونا نقوم بهذا. لدينا ناقص x تكعيب، ناقص 1 ضرب ناقص x تربيع يساوي موجب x تربيع، ثم x ضرب ناقص 1 تساوي ناقص x. إذن دعونا الآن نجمع كل شيء. x تكعيب ناقص x تكعيب يتم حذفهما، 0 زائد x تربيع يساوي x تربيع، 5x ناقص x تساوي 4x، ومن ثم ننزل ناقص 4 هذا. لا نقوم بجمع أي شيء هنا بما أن لدينا 0، ننزل ناقص 4. ودعونا ننظر إلى عبارات أعلى درجة: x تربيع و x تربيع. إذن x تربيع تقسيم x تربيع تساوي 1، إذا نضع زائد 1. ثم لدينا 1 ضرب x تربيع تساوي x تربيع، 1 ضرب ناقص x تساوي ناقص x، 1 ضرب 1 تساوي 1. والآن سوف نطرح هذا من ذلك، أو أننا سنجمع مع المعكوس، وحتى نجمع مع المعكوس يمكننا أن نضرب كل من هاتين العبارتين بسالب 1. x تربيع تصبح ناقص x تربيع، ثم 1 ضرب ناقص 1 تساوي ناقص 1. الآن دعونا نجمع x تربيع ناقص x تربيع يتم حذفهما، 4x زائد x تساوي 5x، ثم لدينا ناقص 4 ناقص 1 يساوي ناقص 5. وربما أنك متردد لتستمر بعملية القسمة، لكن لا يمكنك القيام بالمزيد. هذه العبارة أو عبارة الدرجة الأعلى هنا هي الآن أعلى من عبارة أعلى درجة التي نحاول أن نقسم عليها، وبهذا نحصل على باقي. إذن لدينا باقي، لدينا باقي، إذن الإجابة هي
هذه العبارة هنا تساوي x زائد 1 زائد الباقي، أي زائد 5x ناقص 5، ومهما كان الباقي الذي لدينا فسنقسم على x تربيع ناقص x زائد 1، وإذا كان هذا قابلا للقسمة فيمكننا أن نستمر بالجمع، لكن هنا نقول أن درجتها ليست أقل من هذه، لذا يمكن أن نقول x زائد 1 زائد الباقي مهما كان ويكون مقسوما على هذا. إذن سأكتب الإجابة مرة أخرى وهي x زائد 1 زائد 5x ناقص 5 مقسومة على x تربيع ناقص x زائد 1، ويمكننا أن نتحقق من مدى نجاح هذا الناتج إذا أخذنا هذا وضربناه بهذا، فيجب أن نحصل على x تكعيب زائد 5x ناقص 4. إذن دعونا نقوم بذلك، دعونا نضرب هذا الشيء، دعونا نضربه ب x تربيع ناقص x زائد 1، وحتى نقوم بذلك دعونا نوزع كل هذه العبارة ذات الثلاثة حدود ضرب كل من هذه العبارات. وعندما نفعل ذلك للعبارة الأولى لدينا ضرب x تربيع ناقص x زائد 1، وهذا يساوي x ضرب x تربيع يساوي x تكعيب، x ضرب ناقص x يساوي ناقص x تربيع، و x ضرب 1 يساوي x، ثم نضرب كل هذا ب 1 ونحصل على زائد x تربيع ناقص x زائد 1. إنني أضرب كل من هذه ب 1 ثم نضرب كل هذا ضرب هذا. الآن هذا موجود في المقام وبالتالي يمكن أن نحذفها، هذا يحذف مع ذلك ويتبقى لدينا البسط هنا، أي زائد 5x ناقص 5، والآن سنحاول تبسيطها. لدينا عبارة واحدة من الدرجة الثالثة أي x تكعيب، دعونا نضع x تكعيب هنا. والآن عبارات الدرجة الثانية لدينا ناقص x تربيع وأيضا موجب x تربيع، إذن يتم حذفهما. الآن عبارات الدرجة الأولى هي موجب x وناقص x، وهؤلاء يتم حذفهما ويتبقى لدينا 5x، إذن زائد 5x. ثم لدينا عبارات الدرجة صفر أي الثوابت، لدينا موجب 1 وناقص 5، وعندما نجمعهما نحصل على ناقص 4، وبهذا نحصل على x تكعيب زائد 5x ناقص 4، وهو بالضبط ما لدينا هنا.